السلام عليكم صديق. السلام عليكم. كتر خيرك يا اخي. انت شو اكل؟ انا في اكلت دال بنانا. بتنام قد ايه؟ كم ساعة في اليوم تقريبا؟ سلونا برياني. يعني ساعتين ثلاثة. خبز. هذا اكل كله ما فيه. بتنام فين بقى؟ وين بتنام؟ اعتقد متجوز بنام هون. زيادة يشرب مي، ممكن 3-4 لتر هذا واحد يوم. اي واحد يوم ممكن. انت المفروض تنام لك على الأقل 6 ساعات كل يوم. 6 ساعات؟ كاتو يا جانا سلام. انت اخر مرة عملت فحص طبي؟ ما بتذكر. عندك وقت ونقف شوية حوريك شوية حركات نعملها بنسميها ستريتشنج تخلي الدنيا أحسن شوية. ضغط الدم بتاعك إيه؟ ضربات القلب، مستوى السكر في الدم. أنت هنا في موز في تفاح، أكل شوية هذا. حبيبي صديقي. وتبص في الساعة تعد دقيقة. الموتور بتاعك اهم ولا الموتور بتاع العربيه اهم؟ اه بنجابي بلا نات تمام.